ما زلنا نتحدث في تغطيتنا المستمرة على شاشة إكسترا نيوز عن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المقرر لها طبعا غدا الأربعاء. لمزيد من النقاش أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. أستاذ خالد برحب بك يا فندم معنا لهذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. غدا انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني لمناقشة بالتأكيد عدد كبير جدا من الأمور التي تهم المواطن المصري والشعب المصري من خلال عدد كبير جدا من رموز وقادة العمل السياسي في مصر. ما أهم المخرجات التي من الممكن أن نتوقعها أن تخرج بها هذه الجلسة الافتتاحية؟ تحياتي لحضرتك ولفريق العمل والأستاذ المشاهدين. وقد أنفذ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعده الذي قطعه في إفطار الأسرة المصرية منذ عام بعد أن قرر أنه يدعو إلى الحوار الوطني. هذا الحوار الوطني الذي استغرق إعداده حوالي عام، وبالفعل هي مدة معقولة جدا لأن الموضوعات التي ناقشها تندرج تحت ثلاث محاور: المحور السياسي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي. هذه المحاور تشغل كل تفاصيل الدولة المصرية. هذه المحاور الثلاثة وما تفرع عنها من موضوعات سوف تستغرق أعمال اللجان خاصة بالحوار الوطني، وسوف تضم كل الخبراء وتستوعب كل الرؤى. احنا قدمنا كتحالف أحزاب مصرية مكون من 42 حزب يعني رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن، وبالفعل هو بناء جديد لجمهورية جديدة. حقا دعا فخامة الرئيس وحقا أنفذ وعده. نحن الآن فعلا في إطار هيئة تأسيسية أو جمعية تأسيسية جديدة لبناء الجمهورية الجديدة. نحن قدمنا اقتراحاتنا في كل مناحي الحياة، يعني على سبيل المثال للحصر، يعني احنا قدمنا اقتراحات لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قدمنا اقتراحات لتعديل قانون الأحزاب السياسية، قدمنا اقتراحات لتعديل نظام الأجور. يعني نظام الأجور لابد أن يكون متابعا ومواكبا للعالم أجمع، يبقى بالساعة، ما المانع أن يكون الأجر بالساعة؟ ده مثل بسيط. الأمثلة أخرى مثلا متعلقة بإعادة التقسيم الإداري بين المحافظات، بحيث أن في بعض المحافظات بتشكل ربع مساحة مصر بينما ما فيهاش نسبة سكان زي النسبة الحالية، أو نسبة السكان في القاهرة مكتظة جدا بينما في الوادي الجديد نسبة السكان قليلة جدا. هذه الأمور جزء بسيط مما قد يترتب عليه تغيير حقيقي وإنشاء جمهورية جديدة. صحيح. ومما يزيدنا بشرا وإيمانا بهذا التوجه أن فخامة الرئيس بمجرد ما تقدمه اقتراح بمد الإشراف القضائي في المادة 34 قام بإنفاذ الوعد فورا وقال أنا هحضر وستعرض علي كل مخرجات الحوار الوطني. لأن شعار الدولة المصرية والسيد الرئيس في الفترة الماضية أستاذ خالد هو المواطن المصري وتحسين جودة حياة المواطن المصري. طب خلينا نتحدث عن نقطة أخرى. الحقيقة أن انطلاق هذه الجلسات يتزامن في وقت تموج فيه المنطقة بالعديد من الأمور والتحديات والأزمات. في مقدمة هذه الأزمات طبعا الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بضررها ليس فقط على مصر لكن حتى على الدول الصناعية والدول الأوروبية والولايات المتحدة. خلينا نتكلم إلى أي مدى من الممكن جلسات الحوار الوطني والجهد اللي حضراتكم بتبذلوه في هذه الفترة حتى خلال الفترة الماضية تساهم في تخفيف وطأة هذه الأزمة الاقتصادية؟ طبعا جلسات الحوار الوطني بتشغل المشكلة الاقتصادية فيها حيز كبير. نعم. الحيز متمثل في أن في ورش أنشئت من أجل بحث مشكلة الغلاء والتضخم، مشاكل الصناعة، المشاكل المتعلقة بالاقتصاد، المشكلة الخاصة بالاستثمار المباشر اللي هو طوق نجاة مصر، المشاكل المتعلقة بالسياحة. في بعض الأمور التي تجعل أستاذ خالد هل تسمعني؟
طيب، من الواضح أننا فقدنا الاتصال مع أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. مرة أخرى أستاذ خالد، هل تسمعني؟ لو. نعم أسمعك. أيوة. تفضل حضرتك. لدينا إمكانيات هائلة في السياحة، لدينا إمكانيات هائلة في الآثار التي تكتظ بها مصر. نحن نحتاج فقط إلى تعديلات إدارية ونستطيع أن ننطلق. لدينا كم هائل، يعني المطارات في مصر منذ عدة أيام شهدت أعظم وأكبر حركة طيران شافتها مصر منذ أن أنشئت المطارات. يعني عندنا كفاءة إدارية هو، يعني عندنا قدرات نستطيع تعظيم تلك القدرات، ولكننا نريد فقط قدر معين من المشاركة الشعبية وقدر من الإرادة التي سوف تنعكس بأثرها على الإدارة. الورش اللي هتنعقد دي هتكفل أمر هام جدا، إن احنا هنحتك بشكل مباشر مع متخذ القرار، ومتخذ القرار الأول في مصر هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ضرب المثل لما اترفع له اقتراح من على الفيس، أمانة الحوار رفعت الحوار، رفعت اقتراح عشان مد الإشراف القضائي، فقرر فورا في ساعتها. ده معناه إيه؟ معناه للمواطن المصري إن الاقتراحات والمخرجات اللي احنا هنتفق عليها وهنشوف إن هي فعلا لازمة، سواء في السياحة، سواء في جمارك، سواء في أي منحة من مناحي الحياة في مصر أو العمل في مصر، سوف نستطيع أن نتقدم للأمام. ومما زادنا شعور بالتفاؤل قرارات فخامة الرئيس بتوفير مظلة لحماية العمال امبارح مثلا، صحيح. العمالة الغير منتظمة اللي هي كانت ملهاش أي حماية، وضعها تحت مظلته. ده جزء مما سنناقشه. سنناقش قانون العمل، سنناقش أيضا كل ما يتعلق بالتعليم. ودي نقطة هامة للغاية أستاذ خالد، مسألة الشفافية والمشاركة الفعالة والدائمة ما بين الدولة المصرية وما تقوم به القيادة السياسية في مصر وما بين طبعا المواطن المصري. على أي حال أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.